اهلا بيكم، معاكم احمد عمرو. موضوعنا النهارده هو الاخطاء في تمارين القوه، او ليه انت قوتك ما بتتحسنش او ما بتتطورش. فهنتكلم على الموضوع ده بالتفصيل، هنتكلم على كل الاخطاء وهنتكلم ازاي ان انت تعالجها. اول غلطه في بناء القوه، لو انت بتبدا التمرين بتاعك بتمرين غير التمارين ديت اللي هي بنسميها كومباوند موفمنت او تمارين مركبه، السكوات، الديد ليفت، البنش المتوازي بوزن او العقله بوزن. دايما دايما ابدا الحصه بتاعتك بالتمرين المركب اللي هو التمرين الصعب اللي هياخد منك طاقه اكتر، اللي هتكون نتيجته احسن، اللي هيكون مثمر اكتر. فديت اهم تمارين انت ممكن تعملها. لو ما اتمرنتش غير التمارين ديت فانت هتستفيد برضو. خلي التمارين دي في الاول، اديها كل الطاقه بتاعتك، وبعد كده التمارين الثانيه السهله اللي هي بالاجهزه او بالدمبل او بالاوزان الخفيفه، خلي الكلام دوت في الاخر، ابدا بالمهم دايما الاول. الغلطه اللي بعد كده او المشكله اللي بعد كده اللي بتمنعك من ان انت تتطور، لو انت عندك عدم اتزان بين عضلتين قصاد بعض. اكبر مثال على كده، لو انت مثلا عندك التشست او الصدر، ده عند الناس كلها تقريبا اقوى من عضلات الظهر، غير ان هو بيعمل لك مشكله في القوام بتاعك، وبيكون القوام بتاعك مش مفروض، بتكون مايل على قدام شويه وكتفك منحني او عامل راوند شولدرز. المشكله الثانيه ان هو فعلا هيمنع التقدم بتاعك في تمارين القوه، هتلاقي اوزانك ما بتتطورش كتير، ولو زودت الاوزان ممكن يجي لك اصابه بسبب الموضوع دوت. فدايما عالج الامبالانس او عالج عدم الاتزان. لو بتعمل 3 او 4 تمارين للدفع، اعمل برضو 3 او 4 تمارين على السحب. نفس الكلام دوت بيكون برضو مألوف جدا في تمارين الرجل. في ناس كتيره بنلاقي ان عضله الاماميه عندهم في الرجل اقوى بكتير جدا من عضله الخلفيه، ده بيعمل مشاكل في الركبه، بيعمل مشاكل في الظهر، بيعمل مشاكل كتير جدا، وفي نفس الوقت بيقلل التقدم بتاعك. فدايما دايما الروتين بتاعك يكون فيه بالانس. ومش غلط خالص لو عملت تمارين زياده على العضله الاضعف. الغلطه اللي بعديها ان انت ما بتريحش كفايه. طبعا الراحه مرتبطه ارتباط كبير جدا بالحمل اللي انت شايله. كل ما الحمل اللي انت بتشيله بيكون اتقل، كل ما هيحتاج منك راحه اطول. ده لو انت عايز تعمل المجموعه اللي بعديها واللي بعديها بنفس الكواليتي او بنفس الجوده، اول مجموعه زي اخر مجموعه. فلو الحمل عالي، لو انت فعلا عايز تزود القوه والحمل اللي انت شايله كان كتير، فلازم ساعتها فتره الراحه بتاعتك تكون طويله. هتريح قد ايه بالظبط؟ ده موضوع انا عملت عليه فيديو مخصوص، هحط الرابط بتاعه في الشرح. ولكن سريعا انا ممكن اقول نقط اللي هي هتحدد انا هريح قد ايه. كل ما كان التمرين مركب اكتر، اوزان حره، حمل كتير، فده اكتر تمرين هتحتاج منك فتره راحه، والا المجموعه اللي بعديها التكنيك هيكون وحش، او العدات والاوزان بتاعتك هتكون اقل من اول مجموعه، وده شيء احنا مش عايزينه. فخلي الراحه بتاعتك تكون من 2 لـ4 دقائق لو في الشروط ديت في التمارين. التمارين الثانيه اللي هي السهله اللي هي الاجهزه او الدمبل او الاوزان الخفيفه او الحاجات ديت او الدروب سيتس، ساعتها انت ممكن تخلي الراحه بتاعتك طبعا قليله، مفيش مشكله خالص. ولكن التمارين الثانيه الصعبه ادي لها حقها في الراحه علشان تدي لك النتيجه اللي انت مستنيها. الغلطه اللي بعديها، ودي غلطه افضل اقولها في كل فيديو، موضوع ان انت ما بتسجلش الاوزان بتاعتك بعد كل تمرين. سجل اوزانك، مجموعاتك، الفورم بتاعك كان عامل ازاي، وزيد عليها حاجه كمان لو انت بتعمل تمارين قوه، زيد عليها الوزن اللي انت شلته ده. هل كنت لابس حزام ولا ما كنتش لابس حزام؟ هل كنت لابس اللي هي الني سليفز او الحاجه اللي بتتلبس على الركبه علشان تثبت ركبتك اكتر، ولا ما كنتش لابس الني سليفز ديت؟ سجل كل حاجه على قد ما تقدر، لان كل الحاجات ديت اللي انت بتضيفها بتخلي التمرين نوعا ما اسهل من العادي. فلو انت مثلا بتشيل الوزن دوت وانت لابس حزام ولابس ني سليف، بعد شهرين او بعد سنه بتشيل نفس الوزن دوت بنفس العداد بنفس المجموعات، ولكن من غير اي حاجه انت لابسها، من غير حزام او من غير ركبه او من غير اي حاجه، بس شايل نفس الوزن ومستريح في الوزن ده، فانت كده برضو ما زلت بتعمل تطور وانت مش عارف رغم ان الوزن هو هو. غلطه برضو كبيره جدا، ودي من اغبى الغلطات اللي انا كنت بعملها، ولكن كانت موقفه فعلا التقدم بتاعي في اكتساب القوه، هو ان انا كنت بتمرن على اقصى حمل تقريبا كل اسبوع. ما كنتش اعرف ان الموضوع دوت غلط، فان انا كنت بشيل مثلا الماكس اوت بتاعي في المتوازي او في العقله او في السكوات او في الديد ليفت، كنت ممكن اعمله كده مثلا مره كل اسبوع او مره كل اسبوعين. الكلام دوت من اغبى الحاجات اللي انا كنت بعملها. ما تعملش الموضوع دوت خالص. ان انت تشيل وزن يكون 95% من اقصى حمل بتاعك، فده بيكون مره واحده بس في الشهر، مره واحده كل 3 اسابيع بالكثير، ومش هيكون طول السنه، مش محتاج ان انت تكرره كتير. وان انت تشيل 100% من اقصى حمل بتاعك، فديت حاجه انا مش انا اللي بقولها، دي حاجه انا متعلمها من ايدكون ده هو اعظم باور ليفتر في العالم. فدوت كان بيقول في الانترفيو بتاعه، كان في كتاب اسمه ترايب اوف منتورز، ف
كان بيقول ان انت عندك الماكس اوت بتاعك ده، او ان انت توصل لاقصى حد او اقصى ليميت، فدي بتبقى مرات معدوده في حياتك كلها، في اللايف سبان بتاعك كله. علشان كده الباور ليفترز على طول بيتمرنوا ما بيزودوش عن 95% من الحمل بتاعه اثناء التمرين، وبيوفر ال 100% من الحمل بتاعه فقط اثناء الكومبيتيشن او اثناء المسابقه بس، انما مش ان هو هيعملها كل يوم. دي طبعا حاجه ما تعملش الغلطه اللي انا عملتها دي، اتمرن بالاحمال بتاعتك العاديه ويزود عليها، فمفيش مشكله خالص، هتلاقي نفسك بتتطور اسرع. الغلطه اللي بعديها هي ان انت ما تتجنبش التمارين اللي انت بتشيل فيها اوزان اقل. مثال على كده ايه؟ بنلاقي ناس بتعمل باك سكوات على طول، لان الباك سكوات انت طبيعي هتحط في البار اوزان اتقل من الفرونت سكوات، الفرونت سكوات هيكون اصعب، ظهرك مش هيساعد فيه، الحمل على الرجل هيكون اكتر بكتير، فطبيعي ان الوزن هيكون اقل. في ناس ما بتحبش تحط وزن على البار اقل، فبتعمل بس باك سكوات، رغم ان انت لو السنه بتاعتك كنت بتعمل باك سكوات وكنت بتعمل فرونت سكوات، هتلاقي الباك سكوات بتاعك اتحسن اكتر بكتير من ان انت بتعمل باك سكوات بس، وهتلاقي ان الحمل اللي على الظهر واللي على الهيبس واللي على الركب هيكون اقل بكتير، فالمفاصل بتاعتك بتكون صحيه اكتر، والاوزان بتاعتك هتكون بتتطور اكتر. في امثله كتيره طبعا على التمارين ديت، زي مثلا العقله على حسب وضع الايد بتاعتك، في اوضاع في العقله زي التشين اب هتشيل فيها اوزان اكتر من الاوضاع التانيه اللي هي زي البول اب، ولكن لما برضو بتغير الاوضاع بتاعتك كل فتره، يعني الشهر ده هشتغل على وضع الايد ده، الشهر الجاي هشتغل على وضع الايد التاني، ف على اخر السنه هتلاقي نفسك برضو اتطورت اسرع. الغلطه اللي بعد كده موضوع النفس، موضوع البريثنج. ايام المدرسه، ايام الطابور الصباحي لما كنا بنعمل تمرين، يقول لك ان انت وانت بتشيل وزن وانت بتعمل الحركه ان انت بتطلع نفسك، دوت حلو لو انت لو انت في الطابور الصباحي بتاع المدرسه، او لو انت بتعمل كارديو، او لو انت بتعمل حاجه خفيفه، بس لو انت بتتمرن لزياده القوه، لو انت الوزن اللي على ظهرك وزن تقيل، شايل 120 150 كيلو على ظهرك وبتنزل سكوات وبتطلع بيهم تاني، فلو انت بتطلع تاني وبتفضي نفس بتاعك او بتعمل زفير وانت بتطلع، فدي اغبى حاجه انت ممكن تعملها، دي اكتر حاجه ممكن تجيب لك اصابه في ظهرك. طول ما البار بيتحرك من فوق لتحت او من تحت لفوق، انا كاتم نفسي. ليه ببقى كاتم نفسي؟ عشان ظهري يفضل في الاستقامه بتاعته. اتفرج على اي باور ليفتر في اي مسابقه او في اي تمرين، هتلاقي ان هو قبل ما ينزل السكوات بتاعه بيعمل ايه؟ بيسحب هواء على قد ما يقدر، بيكتم النفس دوت، بينزل بيطلع، بعد ما بيطلع بيفضي الهواء بتاعه. لو البار ما بيتحركش ساعتها ممكن ان هو يخرج النفس بتاعه، هو كده امان، كده ظهره هو سليم في الامان دلوقتي. فموضوع ان انا اخرج نفسي وانا بطلع في تمارين القوه دوت غلط، غير لو كان التمرين سهل او تمرين وزن جسم او الحمل اللي عليا خفيف او كان تمرين جهاز. بس تمرين بار، طول ما البار بيتحرك انت كاتم نفسك، انت محافظ على استقامة ظهرك. الغلطة اللي بعد كده، ما تحصرش جسمك ان هو يعمل حاجة واحدة بس، لازم تتحرك، العب رياضة مختلفة، اعمل حاجة مختلفة، حرك جسمك في اتجاهات وعضلاتك في اتجاهات مختلفة، اشتغل على التوافق بتاعك، ما تتحولش ان انت تبقى زي المكنة، كل همك ان انت بتحرك وزن من نقطة الف لنقطة ب، وديت الحاجة اللي انت بتعملها في حياتك كلها. طبعا لو انت واخد الموضوع باحتراف، لو انت تبقى باور ليفتر محترف او اولمبيك ليفتر محترف، فده طبعا شيء تاني، ولكن الامثل، الوضع الامثل ان انت تكون بتحرك جسمك في اوضاع مختلفه، في حركات مختلفه، واللود اللي عليك بيكون مختلف، وبتشتغل على التوافق العضلي العصبي بتاعك، ما بتبقاش حاصر نفسك في اطار واحد بس. اتمنى الفيديو ده يكون ضاف لك معلومات جديده، يكون ضاف لك نصايح جديده ممكن تنفذها، وفعلا تكتسب قوة، واكتساب القوة اللي عندك يكون أسرع، يكون بصورة أفضل.